أعلنت الحكومة الباكستانية حالة الطوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي أثرت على أكثر من 30 مليون شخص، وتعد فيضانات هذا العام أشبه بفيضانات عام 2010 والتي كانت الأسوأ على الإطلاق. وقد غمرت الأمطار إقليم جاكوب أباد في باكستان بعد أن ضرب فيضان مفاجئ المنطقة. نفذت الهند أحد أكثر مشاريع السكك الحديدية تحدياً من خلال بناء أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم لربط كشمير بنيو دلهي، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 13 مليار دولار. وبلغ طول جسر تشينب تقريباً طول جسر سيدني هاربور، وهو أطول من برج إيفل في باريس. على بعد 100 كيلومتر من كيب هون في جنوب تشيلي، رصد العلماء طائر راديتو وقعوا بسببه في حيرة، وسبب العثور عليه في مكان خال من الأشجار. وقال أستاذ في جامعة ماغلينيس في تشيلي: لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفيا في وسط هذا المحيط. عرض مؤسس متحف جنة النحل أو بي هيفن عملاً فنياً باستخدام خلايا النحل، حيث ربط أقراص عسل صغيرة بمجسمات مختلفة، وبعد ذلك بدأ النحل في العمل وبنى قرص العسل على المجسم. ومنذ ذلك الوقت بدأ المتحف في اقتناء عدد كبير من القطع، وقد شبه المؤسس مجتمع النحل بالشعب الياباني لأنهم مخلصون جداً لعملهم.